بعد ما درنا جولة في مدينة سمسيت دروك انا خارجي منها. انا دير جي بي اس راه الطريق الوطني من ريبة طريق الوزن الثقيل. نعاود نولو لكوامن. الكوامن والريح صاي والفتهم ولاو رفقاء الطريق. السلام عليكم. الله يحفظكم. صحيتو. تلاقينا هنا جماعة. أخونا مصطفى تلاقاني هنا في الطريق فايت. هيا قصرت معهم وعرضوني على فطور. فطرت معهم الله يجازيهم. أنا عندهم محل صغير هنا شبيبة. ومصطفى هذا هو صاحب المحل. إنسان موسوعة. امثال حكم اشعار. واحد الساعه وحنا مريحين وفطرنا مع بعض الله يجازيهم. ودروك نكملوا التيارت. باقي حوالي 35 كيلو. يا سلام خيرك يا ربي. تساقط حبيبات البرد. طبيعه منا روعه. غير الفلايح والغابات والجبال. بس على عقبه خالتي. عقبه تهويده. عقبه تهويده. ديرالي يخدم. وغير السرعه. البارح تلاقيت الرنب طايحه في الطريق من ضحايا الطريق. واليوم بومة. شداك البومة. شداك ياك الطريق واعرة. ولو البارح تلاقيت حنش كبير كبير. نفعة كبيرة على جنب الطريق باينة باللي كتقاطع وضربات. وصلنا لمدينة دحموني. تيرت حذاري رادار. ها بالنيس رانا حاضرين. تيرت باقي لها 22 الساعة. راهي 4 قبل الربع. شوفوا كاش محطة. ندخلو نصلو العصر ندور فيها نكملو طريقنا. تيرت بالك مع المغرب نكونو تا الخربة. لحقنا المدينة تيرت. الساعة 25. أول مرة ندير زوج ولايات أو زوج مدن في نهار واحد. في الصحراء كي تدخل مدينة سموك تقعد 10 أيام باش تعاود تدخل مدينة أخرى. اليوم تيسمسيلت ودروك تيرت. وغدوة إن شاء الله غيليزر. معسكر غير سامحينا ما غاديش نفوتو عليك. غيرت البرنامج ما غاديش نفوت على معسكر.
لأسباب. تاني كنت داير باش نروح تنية، تنية الحد الحظيرة الوطنية، تاني بدلت رأيي. علاش بدلت رأيي؟ لخاطش يكون طايح التلج تماك ويتلموا الغاشي، أمة محمد تقاهاتم. وأنا للأسف ما نتلاقاش مع الغاشي كاع، هيا نأجلوها مرة أخرى. السلام عليكم. بعد التيارة نروحوا للمنخفضات قرطوفة، ومن تما نكمل الرحوية. من الرحوية ما على باليش واش مطريق ندي. اسمح لي يا راني داير جي بي اس باش نخرجوا من الزحمه هذه. وسط المدينه راه من وانا راني نتمشى حاشيه حاشيه. احنا من المفروض مع الدوره هذه ندورو على اليمنى. العقابي اللي فاتوا عليا اليوم ما ننساهمش كاع. هذه هي منخفضات قرطوفة، منه وهي تهويدة حتى القرطوفة، ومن قرطوفة للرحوية تاني تتسقم الطريق. ساعة أرض مستوية، ساعة طريق مستوية. الهواء كي راه بارد، رانا عاليين هنا 1045. طريق صعيبة والله، صعيبة، منعرجات ومنحدرات في نفس الوقت. هذه الطريق ما نقولش فيها يا سلام، خاش واعرة. الطريق راه يتزلج على بالك، التزحلق. قرطوفة 4 كيلو، الرحوية 34. شوف شوف الدراجة كيف تلعب. شوف هو، نقولها توحشتها على بالكم. يا سلام، ترجمة
جبت. نلبس حاجة جمت. السلام عليكم، صباح الخير، ان شاء الله تكونوا بخير ولاباس. يا درا الجليد مع صباح. هنا رانا فوق السحاب، هنا راني في بلاصة يقول لها قرطوفة، خيمت بوحداجة او فيرمت بوحداجة، ها راي اللي بت فيها البارح. ها بالنية كي جيت خارج من القرطوفة هذه نتلقى واحد القهوة، خرجت تاع قرطوفة كان واحد القهوة، كان واحد الفراج هكا واحد القهوة، وصلتها في الليل هذه القهوة. هذه قبل القهوة كان تماك محطة، أحط وقود صغيرة، دخلت تماك صليت المغرب تاعي والعيشة وكملت الطريق. عند القهوة هذيك القهوة شغل كتنبلع، البيبان مبلعين، وحبست هكا قعدت نشوف، قلت هذه قهوة ماشي قهوة. أي واحد ما كان في السيارة تاعه تماك دار لي هكا الإشارة بالضوء تاعه باللي القهوة راهي محلولة. اي خرج لي داك السيد من راك جاي، قال نهضروا، تعرفنا على بعض، درنا قهوه مع بعض، قال لي جيت تعشى معايا في الدار. هو السكنه تاع هاي لهنا ماش بعيد على القهوه، القهوه راهي الفوق. هيا جيت هنا من العشاء عشينا في المباته وبت عنده. السيد اسمه محمد بوحداجه، وهما كشغل هنا عائله كبيره، اخوته ولاد عمه كاع ساكنين في المنطقه هذه. خيمه كبيره صراحه، كرمونا وتهلاو فينا، ربي يجازيه سي محمد وخوته سماهم لي نسيتهم. ودروك صباح رانا خارجين من قرطوفة رايحين للرحوية، الرحوية تكون بعيدة حوالي 25 وما على باليش. المهم هنا رانا فوق السحاب، منظر فوق الرائع. هيا نتلاقوا في الطريق. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة الا بالله. الساعة قريب 12 وما زال ما راحش الضباب، 700 10 ما تشوفش. وبعد المنخفضات او المنحدرات تاع قرطوفة كاين موراها مرتفعات عقبة، وعقبة خشينة. هيا حكم نداء الفشل، صايني عيان مش عارفش اسرالي والله ما على بالي. والريتم كي يتبدل على الانسان صاي يتعب، خاطش على البارح كيما دار عشيه بعد قريب المغرب هاك خرجت متيرت وانا في المخافضات، منحدرات بعد موراها تقع عقبه، ديك العقبه ما تبقاش تطلعها صاي. راني تمشى في الحاشيه تاع الطريق، راني شاعل الضو لابس الجيلي باش يشوفوني، والرحويه مازال ما وصلتلهاش. هذاك الرحويه تيارت كاين 35 كيلو برك، هذا مكان انا ما توقعتش كيما هكا، انا حسابي بلي غادي نلحق غير ليزان ونفوتها. وثاني هذيك التهويده هذيك تاع قرطوفة برت ما كنتش تمشى كاع، تمشى غير 5 كيلو نعاود نحبس، تمشى 2 كيلو 3 تعاود تحبس من البرد، يديا جمدو. بصح متعه كاع هادو العقبات والعراقيل، متعة كبيرة الحمد لله. بعد الرحوية بشوية حوالي كيلومترات هكا نخرجوا من ولاية تيرت ندخلوا ولاية جديدة اللي هي غيليزان. مرحبا بنا في ولاية جديدة. وهران حوالي 180، غريزان 47. ولاية تيرت تشكركم عن زيارتكم، شكرا تيرت وشكرا ناس تيرت. ولاية غريزان ترحب بكم، مرحبا بنا في غريزان. طبيعة هنا يا سلام،
في منطقة واد السلام. أهل المنطقة يقولها واد السلام. التراب هنا أحمر الله يبارك. بني. قول بسم الله واغرس. هنا جسر قديم. جسر قديم يمر من هنا. ومن هنا كاين وادي يمشي فيه حتى البط. اهلا. السلام عليكم. اصحاب الشاحنة صايق راهم يعرفوني. قلت لكم اللي سمى المنطقة هذه واد سلام ما غلطش. ما شاء الله. انا ما عندي حتى علاقة بهذه كهرن. انا هنا نبغي نشم ريحة الغنم، ريحة القهوة مطحونة، ريحة التراب. الله يبارك. الطريق كاع هكا من اجمل الطرق اللي مشيتها، كيما الطريق اللي بين سكيكدا و لا كيما الطريق اللي ما بين تمالوس والقل نفسها. سبحان الله. راني في مدينة منداس ولاية غليزان. طريق تهويدة طلعة بصح الطبيعة عجبتني بزاف. ما شاء الله. هنا في الجزائر عندنا السيارات أكثر من السكان. أما الدراجات تعدهم على الأصابع. أما السفر بالدراجة يا حسرة. ما كاش كاع. أنا في الجزائر كنعرفوا بعضنا. ما نلحقوش 11 واحد. طريق شابة. بصح فيها الزحمة. لخاطرش هذا طريق وطني. قريب لزمورة. غليزان 24 كيلومتر. السلام عليكم. أيتها المنعطفات الخطيرة.
عراجات خطيرة. راه يزمو راه تمام من بعيد. السلام عليكم. هذه المحطة صليت فيها العصر وتقهوي الثاني خرجة تاع زمورة، ودروك نكملوا الطريق باتجاه غليزان. الساعة راهي 4:40، تلاقوا في الطريق. على وشك دخول مدينة غليزان، وبدخولنا هذه المدينة نسجلوا رقم جديد على عداد المسافات، واللي هو رقم 4000 كيلومتر، وهو يبقى مجرد رقم. المهم اننا ماذا استفدنا من هذه الرحله؟ يعني نفس الهضره اللي قلتها لكم في الطرف، وانا الحمد لله استفدت الكثير من هذه الرحله. اول حاجه اني عشت الشيء اللي نبغيه، واللي هو السفر والمغامره والتحدي، السير والنظر، كل هذه الامور. استفدت ايضا اني كونت علاقات جديده وتلاقيت مع ناس جدد وناس طيبين، وايضا زرت ناس تلاقيتهم العام اللي فات، وهذه من اهم الفوائد. وايضا من الامور اللي استفدتها اني حسنت من الاداء تاعي في هذا المجال اللي هو المجال السفر بالدراجه، وطورت من قدراتي واختبرت نفسي مليح، لاني انا دائما نبغي ندفع بنفسي الى ابعد الحدود. المهم الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، والتامل في خلق الله، وزرنا مناطق ما كناش زرناها الخطره اللي فاتت، اللي منها بشار وتندوف تبلبالة وكثير من المناطق اللي ما زرتهاش الخطره اللي فاتت. والحمد لله اللي وفقنا على اتمام هذه الرحله. مازال غدوه ان شاء الله عليك باش نروحوا للوراء. راكم فرحانين بيا؟ صحيتو. شوارع مدينة غليزان، وقت المغرب دروك، وقلت انا كش ما نحق محطة نصلي فيها المغرب والعيشة، بصح ما كان لا محطة لا والو، دوك نخرج وقت المغرب. اما لا حبست هنا على جنب الطريق، لا سيما كاكي تاع يلل. ها خونا كاكي، رانا مع خونا رضا. ايوا نتمنى لك، نتمنى لك تروح دروك ولا تبات؟ لا نروح، هو بيروح. قلنا له بال والله، قالوا لي شتا، قالوا لي وتهلاو فيا وعطوني شيكولا وقصرنا معاهم. هيا هطلب الناس. والله يسهل ويسهل. بلدية يلل تشكركم عن زيارتكم. رايح الغمري، وبعد الغمري المحمدية باريغو، وبعد باريغو بوهني، وبعد بوهني سيق. كي شغل هذه مباتة ما خممش فيها، راني نتمشى برك. وي ما حكمت مبات. محمدية 30 كيلو. ومن عين اوصف لكم، والله يا جماعه من عين اوصف لكم، ما نوفيش حقهم. ممكن هنا اي رحاله يجي هنا للجزائر يدير رحله ما يحطش الخيمه تاعها كاع. ولايه غليزان تشكركم عن زيارتكم. شكرا غليزان. ورانا داخلين خيمه ثانيه كبيره. ولايه ومعسكر ترحب بكم. هذه من اشهر المناطق المعروفه بالزيتون، هنا غابات تاع الزيتون. بغيتش نكمل الوات ليلات، خاص الطريق من تم فوضى وحس
شاحنات، اما منا تشوف غير الفلايح والريف. السلام عليكم. السلام عليكم. يا للأسف